قطر لقاب عليه إنان إنكيس لودي بوي هو قاعد يقول الفلاش هاي قرأت شامع قرأت علي قرأت شامع أو ترهير قرأتها إن النصابية دي كسر توترا غير قرأت علي كمسو تشيدو ننتريو الأضيقة وهابا أي الله وكواب ترسادا إن أرين تاسو أرين وين وين أرين إن أفبق الروي كوي انتهي أفقف صومالية دوي كوي انتهي أرين تاسو مياني تاو انتهي ويدي بيت كوي مياني هين مياني بحسانو يمانا يا هدي لهين واتهي عثمان ويقاكن ويقاكن صوص عدون بقر حال باكو قمانا يا قراد بلانا مركا تلاهذا ووعي لما هو قرع مركا بياني تيو كوهاد لي متكدران هين تاني بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبضي داو ضيال واستوديها مقالدها هركسي تلفيشي كسان استوديها وحا نقول صحي لدي او مقالدها تساوية دلك ايتوبيا كسوغان حيليغان بقر عثمان ومحمود بقر كجيس كافريكا بقر كسوغان او ساحن تي في اديقو عانو تشعيل لهاي مدوا كلامقنينينا انينو دوبسو صور نقلنا ادي ادنا دو معتصان تاي وانا كدوه واتاي حالات دلك واد لصعوتها داي قود هامبا مالمهن ينتن دمانا تستابة تشوكتي een waxyaabaha ugu muhiimsan horta maanta een waad nala soo xiliday waxaan jecel lahayn bal inaad markaa horeysa meelaha tabanaysaa isleeyahay maanta bal warbaahintaad xuga sheegtid inaad noo bilowdo go horeynba horta maanta waxaan doonayaa inaan ka hadlo waxaan dhageystay afxumo iyo ay ka soo yeeday garaad jaamac garaad cali oo shalayto kaga hadlay boosaasi isagoo jooga oo ku sheegay dadka بلا ريرش إسحاق أما ضد كإسحاق أما ضد كبيركا هي إن أنا يعني ضد جبعة هي ضد سنتية دولة يلا سبب دولة لين هوسيسو أريك أنا أنت دوني مهمة تقول أنا كابو زي أتكون داري دون ترى هذا جرمي واتهاي ديار بان كنا هاي إن بقروان كلي سؤالنا وكاوي دين دون نادي إن قرأت كل هذا الكيس ملبو ولا شيء ذي إن وحكيني نادو شو تلفت دحمن كاوي دين دونا إن محاكيني بس لين نادو شو وابتو waxa keenay horta deni kari wuxuu go'aamay hoggaan yahay umad magaciisu hoggaan yahay sida la socoto waxa weeyaan wuxuu caado ka dhigtay 24 saac inuu umad caayo waliba nasabad caayo ayidana waxa weeyaan umadaan ay shaqo ku lahayn karaamo iyo sharaf leh inuu mar walba wax ka sheego ayaa horta keentay marka waxaan doonayaa horta marka hore waxaaba aniga ay igu tahay liidnimo inaan ka hadlo yaado difaaco بشان أنك سويت إساق مدير نسبت رأينا دفاع وحوي كاني عن المعرفة أيتها لكن واحد ورا جينا كوش يا جو هدي واحد ورا لا واحد عايكو تاي دارو بكلمة تقول دارو ده نبي عايكو تاي وياه دمانت وحوي بيرع دارو يوحجل كودا أنا قاعد الله والله صعطة ورسالة ورسنجلي انتي لاكت هاي مركا لغا سوى قرابو علي مهدي و انا قراب محمود علي شراء انا سودان محمود علي شراء واحد علي إساق بعد الله مساعر علي محمود علي شراء إساق بعد علي علي شراء إساق بعد علي عول إساق بعد علي قراب محمود إساق بعد علي قراب علي إساق بعد علي وفاتح يا محمود علي غير فاتح يا محمود علي قراب محمد إساق بعد علي قراد مالية إساق بعد علي قراد محمود إساق بعد علي قراد علي ما يقول قراد علي قد نبقى رير فاتحية وقد علي قراد محمود مركا انت أسعودان مركا تصعطي قراد عبدالله مركا اللي قرعبه قراد عبدالله وحدة شيء حاوه علي فارح وجاع سيادة أي هذا شيء قراد محمود قراد ليبان ويساقنا أي حبرك على هذا شيء وحوي كل مركا تصال الله شيء قرد وحوي يعني تقي waxa weeyaan beelahan ka soo jeeda dadkii laga siirsan jiray ama la togan jiray gayaankooda daaro dir baa dhalay harti waxa dhalay akisho oo dir baa dhashay ilmo harti saddexna waxa dhalay ciisa dhalay afarna waxa dhalay isaaq baa dhalay oo waxa dhalay waliba arab baa dhalay waxa weeyaan afarta saddexda uu dhalay marka أي دلين عيسى ودلي ومحمد هرتي يا محمد هرتي هو سنجلي يا هنتي دلي يا أحمد هرتي أحمد هرتي كل ده شاط كتر قناة لكن سوى حوالي يعني في رمضان بقى كتيرة 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 تبطل كتيرة مقلة بقى كتيرة إنت عيسى دلي سعيد هرتي أو ربانتا يلي بانقشلي
يا عبد الرحمن ولا يا دوك اسكيت هذه يجي يقول لي افرت انا واحد علي ساق واحد علي وبعدين هو ان الدماله ده هاي مركي ودنت الدماله مركي وارتي دنت اسلام تاع الاتساق دمالي عرب وحي ودشي وغادين عبد الرحمن لياضو عبد الرحمن عبد الصمي وبعدين مش مركا ان كهبلو هورتا مركو واخ كلي اسكا هي قفكو مركو نسبد اسعايا دول بانتر هيرا ماجورتي غودا اسق با داري دارود ورس ماجيرتينو كلي بوغورتويدا انتي ان ليس قوان waxa weeyaan wixii hore oo dhan de tu ku waayay ninki loodan jiray gaarina garaad ali garaad chaama garaad chaama ay isaaq ba dhalay anagu waxaan hay dadkii aynkaasa marka ninku meeshu ka soo jeedayo uu nasabad caayo waxa weeyaan waa qof isagu nasabadiisa faayay wey arrigaasi daarada oo dhan aan u dhalay oo naga soo jeeda oo hadii aan laba leeyahay dadkii aan u dhalay ah ayuu marka uu wax u dhimay ama nasabad dhimay marka wax way cayeen in leebay leedahay weey inta marka ka imaado waxaan maraynayaa ninkani ciimaamadii dulbahaantay boqor hadaan ka dhex galo Soomaali way islaysay Soomaali xidid iyo xigaal iyo maanta wax maxay ahayday ay isku xirisaa ma jirto waa taabirta iska wada asashay waa taab xadi meel walba isku jirta waa taa iscaayaysa inta waa taa inta istileysa hadii aad soo taxday beelaha daarood iyo harti cida dhashay ee dawaab isku dagaan baaba tihiino deegaan badan ba ka soo jeedaan laakiin isdalista iyo abtinimada iyo arimahan isdalka oo dhan sultan afka la isu wada galay lays xabad dhig gudaadanayo cayda dhig baaba socday caydu maxay caydu wax weyn baa Ahmed Cabdiraxmaan heelo Ahmed Cabdiraxmaan oo mid baa ku sheegaya Soomaali way laakiin sabab ma nasan wali arigu nin isaa ka baanahay xeeraha barurka waliba dadka qaar ee iska saraysi ama Soomaalida ayaan ka soo jeedna waliga iyo harti iyo dulbaante iyo daarood midna waan istilaa waan istili karaa laakiin sabab ma nasan waxay kartaa ninkani wuxuu caadaystay inuu maalin walba nasan sabab ahaayo waxaan doonayaa hadaba maanta inaan ku sheego taariikh xun uu leeyahay isagu garaad waxa weeyaan garaad jaamciya garaad jaama waxa gabaasal dalada baahar same laba jeer bay wadadii ka leexatay mar waxay ka leexatay markii garaadkii la diray garaad cali garaad maxamuud oo qabtay in loo rajay dheel oo qabtay garaad dheel qabtay marka way xatay laakiin inkii si uu mataan garaad baa yada isagu ma qaban waa tii la dilay waxa weeyaan oo taariikhda iyo taariikh abseele dadkii kala tagaan baa waxa dhacday garaad chama markii aabihii la dilay markuu dalka ku soo roday waxa looga guuriyay ragii ninkii birta horeysay ku dhuftay aabihii garaad cali walaa la jiray markii laga yeeyo reer cali geeriyo oo reer guuleed cali geeriyo markaad ka timaado garaad caliga kan uu hadda ku afirsanayo horta waxa weeye waa reer sharaf badan waa saldanad soo jirtay bahar arsame iyo qoysku ka soo jeeda waa dad sharaf naga mudan waxaan doonayaa inaan ku sheego isaga ayaa taariikh xun leh waxaan doonayaa inaan ku sheego garaad cali markii wuxuu ka guursaday laba reer uu ka guursaday oo ninka kan hooyadii wax la yaadaa Sahra Xaaji Maxamed Awl iyo magiyada kale waa uugi ahaa garaad cali la waxa weeye isku reer xileeyay waxa uu Cabdiqani hooyadii garaad cali kale aad baan leeyahay garaad Cabdixamiid hooyadii lagu guursado ala reer baa loo dhisay waxay ahayd iyaduna ana saleban ciise marka wuxuu isku kaamliibay ahaayeen laakiin waxaan doonayaa inaan ku sheego qisad dhaba oo inaan saldanada iyo wadadeedii ka leexatay oo aanu gudbira jamaa saldanadu ku fadhiyatay reer garaad cali ahayn waxaan doonayaa inaan ku sheego
garatama garad ali uu maqnaan jiray baar sidoo uu doogtay xanta waa arin cad een waxa gaariga uu wada jiray nin hadda caaqil ah oo nool ba garad ali gaariga uu wada jiray oo la yaado ali maxamed kaash waa caaqilka reer cadoor een waxa la weeyay garadku markuu siyaasadii ingiriiska iyo meelaha ku maqnaa dhowr sano ilaa muddo sanad iyo bara islaantiisu oo foolanaysa ayuu yimid dadna markii loo ogaaday waxay loo ogaaday inay darawalkii oo reer cadu caadilka reer cadur hadda ay ilmo u shido dadna waa la isku qabsaday harrikaas markay dhacday waxa weeyaan garaadkii hore maadaama uu garaad jaama uu ninkii aabihii dilay guursaday kan u ka guursaday dabadeedna waxa lay noqotay in leed go'a la saaro jaamac baadi baa la oran jiray waxa weeyaan runtii waxa weeyaan waxa mushkilad ahayd iyadoo waxa weeye uu ka dardaarmay garaad cali inaan inankiisa loo dhiibo waayo wuu ogaaday inuu walid fresh yahay horta afxumadan iyo caydatan iyo isir nacakan iyo ceebtatan waxa weeyaan qof saldanad ka soo jeeda oo ku abtirsada oo raasnimadiisa loog yahay hadduu yahay wuxuu nin calolgalkaagii oga haatan sici roobay oo sirii ceeb caadku yahaan lagama ceeb doono horta anagu waxaan ognahay isaga nasabeediisa iyo sheegashadiisa nin baarasima uu yahay laakiinse inuu yahay inaa cali maxamed kaarshe oo aabiyuhu aan laga oqoona oo jeexa uu ka soo go-an yahay uu tago nool yo baararsima ogtahay inaanu reer garaad cali ahayn boqor arrinkaas waa arrin weyn weeyaan waa arrin weyn weeyaan boqor arrinkaas garaad jaamac garaad cali garaad jaamac garaad cali garaad jaamac oo reer garaad aha inaad nasabiyadii ka saarto tira reer garaad cali kama soo jeedo oo nin darewal odayga u ahaaba ayaa lagu ku abtirsadaa arrintaas waa arrin weyn weeyaan arrin af boqorra way ka weyn tahay af qof soomaaliyeedda way ka weyn tahay arrintaasi miyaanay taa intaa uu yidhi mid ka weyn miyaanay ahayn miyaanay ka cuslayn horta anigu shakhsiyadiisaan wax ka sheegay taariikh jirtana waan ka hadlay waa wicil baa tidhi imika waa wicil baa tidhi moonta waa garac aabihii uu malihayo uu cali maxamed kaasi dhn haddii looga qaado garaad la dilay kun halaad ba u kala qaateen majeerteen u kala qaateen oo magahe boqor xaal baa ku qabanaya boqor xaal baa ku qabanaya garaad ballaaran marka tidhaahdo waa wicil ama waa garac marka miyaanay tii uu ku hadlay mid ka daran ahayn tani mayatayna waxa weye waa mid markhaatile weeyaan laakiin siisu caydiisu waa mid aan markhaati ahayn oo history lahayn oo ay maalin walba aan taariikh lahayn uu maqdan caayayo aflikadiinayo weye waa tahay marka de beeshan way ku dhashay adigana oo beesha jaamac siyaad ayaa maxaa yeelay abti ku ah oo de dhulbahantoo dhana nin boqorana waa tahay oo geeska africa xilliyadii colaaduhu gobolka ka jireenna ragga aadka uga hadla beesha ku dhashay aada u taageera baad ahayd si weynna waad uga hawl gashay xitaa mararka qaarkood waxaa somalilan dowladdeedu kugu eedeynaysay inaad dhaqaalo badanna ku bixiso ciidamada laftooda aad dhex gashay oo markaa dhulbahantay abtiyaashaa la safatay maxaa maanta isbedelay isaaq dee haddii maxaaley sheekh iyo shariif bay leeyihin cid waana la caayi karaa waana la ammaani karaa waana maxaa hday waxna waa laga sheegi karaa maxaa isbedelay xaggii abtiyaasha maxaa iska bedelay horta abtiyaashii waxba isaga gabdelay abtiyaashii anigu waxaan dhegsanay inay gob yihiin inay dad naga guursada leeyihiin inay dad magacle leeyihiin inaan meel magacle aan ku faano waxa lay ninkaad ku faanto looma faano laakiin anigu waxaan caddaynayaa ninkaasi hadduu yahay reer garaad cali ama reer garaad jaamac yahay oo qoladii aanu dhalla yahay inaanu nasabad caayeen laakiinse waxa weeyaan afxumada anigu difaaciyaa difaacayana dhulbaante maalin kastoo laga gabdan yahay waan difaacayaa laakiin ma aha dee ninka kan boqol jeer baan ka hadlay waxaan kuyi war cimaamadii dhulbaantuu saaranyahay wuxuu doonaha ahaadee war ninka kan afkiisa filter u yeela oo qabta waxa weeyaan ummaddan oo sheikh leh oo shariif leh oo ummad la yaqaana oo la gaato oo nasaba inuu yidhaahdo haddii alaba leeyahay waa dad gun ah markaa boodka haddii boogaha faraa laga dayn waayo runa oo rasmi aan sheegay anugu waana ka hadlay waana ku celinaya waana ku adkaysanaya weliba caddayntaydina waa la keenayaa oo dee adduunka d n a baa lagu kala baxaa maanta wayna ogyihin reer cadu rawi ogyihin inuu isaga ka mid yahay
غير كلام علم وجه السلطنة دي نكلي حتى وكوائل مجرد عبد فريد ضيئه عريس ولي وين السلطنة دي كلي حتى ونفير عدوري هاي ويجي بقر أنت بدن إن ما دام هوش جرات كانت صاحب القاطي جرات بحمود إن أو أوجي لبعض نخونا يد جرات إن شامع جرات علي جرات شامع جرات علي جرات محمود إن ترى وش تبى الشيء مربح ربع لسارة ما حد سجى دوج الشيء كرته برضو تاريخ بس تاريخ أنا مر كتني ويا بعض جرات علي بالكيسة سيد كأيا مضحكها وهو غيري تضبيه طبعاً هو غيري تضبيه طبعاً كانين صدح غير علي قريبي هاي طبعاً نبه عرف سمية هاي وانا نبه قريبي هاي وشيب كان محمد سيد محمد عبد الله حسن بوها لبنا اللي ما كان قبويها الله يدام مدقاء هاي هاي تضبيه طبعاً كاسي هاي مركا تضبيه طبعاً كي وحيس كسو صارين وحيس كسو صارين أفرنين أو بحر السماء يو نين تمارة يو نين الزر بحقرية مركا يو نين غير علي قرية مركا نين غير علي قري وحال ورنجري مرقية اللي قال ورنجري قولد علي قري بوهايو غير إليها مركا جرات شامع جرات علي أولي بوها ومركي جرات شامع وصول نقضي قرصو دردي كسو نقضي نجي أبيه دليه اللي ويقولي وطاريخ عادق ويه لبط مال با كتري ينسان كوشي يعني انت مال با كتري لكن نبركا وقود عايه قهري وحكول عانيكا ري علي قريبا اسكالها وحكو تري اسنا نبركا لباد وحكو رفتي أو حسيني اللي ورنت له بهجرية يو ننتم على وأنا تعالين هذا هنا شيء بقول له بتين تعلق صار ورزوف كذا ما كده في ساق أبو كده إحنا ولا ذي نكح جبوي أفر تباه رأس منه وحي هاين آدم ميلة وغيرنا ليا يا عبد الرحمن فرولة وشير ورفاء شير ورفاء جديبوها واللي وقت سعيد جديبوها يو خليف حاجة بكر نالي وغير نالي وها خليف حاجة بكر وغير نالي هذا غير نكى لورنج فرو غير نالي عشنا مكسد حبار غير نالي ها بار سما هذا غير نوها واحد قرأ إنسان نكى تعليم موسى يوسف موسى يوسف هذا غير بوها مركا تضبط عنين بركب لهم بعائر وتبقى بار السماء أفرهم بقى كسر كاري اللي في دبي شوكتي مركا أفرتا من وحويا نبر كنا وحيس كلها صدحها نبادي قرب قرب جدا لها نتمالا يا وحسين يا من كان يرد على كلية من كلية نك السرد تعرف ذا يوقي دراويش تحيا اللي وها نوتها إن بقر ما المحطين وقصوا اللي حنوا هرين تاس جرات كي هرين مهاس أتسبب شوكتا ما المها النوا لقو في لي أديك يا حكومة الصومال يعني من الحين موسى بيه عبد تدكو حيل هين وكل شيء وحيه راود عي مصاصع تا محاس تهري مها كتيرة. أنا قلت موسى بيه ب أرجع لسكو قبلني يا ريما لسكو قبلني أرتك كم أنا وشين كمان أنا والله هذين لكن واحد الصومال تجاد أول ما أنا وغير كان كسر شيء داي أنا يسوليه حمن عقدا يجي. سومال الان مركي ميل ول باي وير رجاي كياناي انا نوصدي حي تاغيرو انا اوهيليو اساغا يقارن كبا واجب كايا فرايا وحان كسو جيدا قويسكي كتفدي اي ويدي مركي لا ديلاي نيكي لورن جيري نيكي لورن جيري انا غرومه مركي لا ديلاي وحيلي inkastoo isku baystaa oo isku maaday saqbuudka sareetii qodda waa ka hadlay walaale hadaan geelo u aarin geelo garoomo marka ka hadlaya hadaan geelo u aarin heer guran ka dhashay marka anagu taayadu local bay noqonaysaan iyo muuse waxaan isku hayno waxa weeyaan cadaawadda dalka ku maqan iyo dagaalka lagu hayo ee aan ogahay ayaa ana kana shirku iga yimi muuse kama wiiman ana taas kumiyaan iska bartaago oo maanta aan dalkuna qaadi karin dagaal yaan ismaayil ugu weynaa waxa weeye waa iska dhamaadeen oo markii laas aanu dagaalkeedii qaadkii loo galay baa ugu weynaa oo laf dhabar waxa
إن حق حسبيه دوت كوكلا أبتر سنجرتي إن ويكنا أباب البدن بعد السعودي والراهج يسجل أي حسبيه كاهي وطني وأنت بدننا عاد وضياشة حجامين يا صاحب الله هيد أرين تام حاجة عقب حي هذا أرتا إن غير ما نقص وشلا وضيق غميت لي سنة هاي إن وحويان عبرت على قام بقال توان قشطة كان هو غير كاه مشرفين اللي ويشيلان أما ورروا تان ويشيلان قام كاه داركت يوسف كبير داس وباركي سياسيين لكن قام كي عبرت على ذا نوضم بيا أنا أقول لك هو ما يقول أنك عبرت على ذا أيان أوضي كاي رجع بحق قويني أنا كم يدعي مسير كده ما كاي إلا هذا سياسيين في ريركو ده ويكلا بيتسيني لكن سي دغنكي قوانك قادم لا عبرت على نوح ويا وحيد قوان بي قادم تا قوانك عبرت على نوح اللي قلت ويا مدح بقميت كي يقول دي دار ريرك إما كاد سابت شوكتا إما يونواد أغيد مرر بضان أواد كهذا الشي دولة الفدرالكي حصر شيخ oo marka qaar koodnaad la hawlgashay oo saaxiib dhowna ahaydeen bariga dhexe isaga iyo tiibamkiisa ee cagta u saartay in MU gi halkaad ka taagantay wali MU gi anigu waxaan taageersanahay fashiska MU ga waan taageersanahay waayo Soomaaliland oo iska yidhi dagaalka lagu hayo inay tol yeelato Soomaaliland anigu waan taageersanahay waxa kale oo taageersanahay Djibouti oo aad ogtahay oo dhowr boqol oo kun qof ah inaga hargeysa qura malaayiin ku nooshahay ayay boqol sanadood ka dukaansanayeen oo macaamilay waxna kama qaadin marka Xasan Sheekhna masiirka Soomaaliland kama talin karo cid kale in Umar Geelana kama talin karo dawladda baan ay container badeed ku gubtay ka qalqashay xalayto Soomaaliland wax ma yeeli karto سمال لنا ويسكو أبقى فلان تهين يستفاعده حاسي شيخ دقال كوادانا وحوي يعني ديبقى ارتدى بضاني ماذا حول انتا أنقو واحد أركي ساعدة بود لان بربورين تهدي أيوك مشغول كوياي سمال لان تبربورين تهدي كوش مشغول ياي نساقي وامير والله لقاق أفسدي بيلي هي الدارات دقال كودي وادوك تايا دمان تدوي دولان كي بيرا مريحان وكودي بيلا عدل كونفوريت دولان ندو كوادو مانتا حسن يسقو هو مدحوين هيراب لكن هويتي كلانو بعيدو هين هويك ايانو بروحو هين مركا من مانتا هاي تكده قطوة كوبان عسان انو هيراب مدحوين هيراب سمال انو حيال ما يكرن انو حيال ما يشباب نتكعل ما يو وكا الدفاع عنكر الى حمر وانكا حمنا هاي دباطة كد عايزة امني حمر بكوف الله هاي بدكا شعب كان ولا الله ما هاي دفتا كد علينا وانو قد حسودين هنا وانا كحنا ugu dambeyntii goormaa lagu filayaa imanaysaa insha Allah baxsan oo imanaya hadii la haydno waa tahay Cismaan wiigagan soo socda uu haa en waa tahay boqor aad iyo aad baad mahadsantay kaas waxa boqor Cismaan oo Maxamuud oo isaga magaalada Addis Ababa dalka Ethiopia jooga khadka telefoonka nagu soo xidhay arrimaha badana aanu isweydaarsanay waraysiga inta aan ku kulmayno waraysiga mid lamid ah waa Bahdi Sahan TV studio magaalada Hargeysa oo aan jilaynahay aad iyo aad baa u mahadsantay